والحقيقة إنه الكتاب عن حرب أكتوبر ما خلصتش، وإنه لسه لحد النهاردة في كتاب شباب بيقفوا عند الحدث العظيم ده وبيبحثوا في أسراره وعايزين يعرفوا تفاصيل أكتر ويقدموها للقارئ وعايزين يقدموا كل ما هو جديد عنه. عشان كده النهاردة معانا من خلال زوم الكاتب الصحفي الشاب الأستاذ محمد أبو ليلى، صاحب كتاب كل رجال السويس من أسرار الفدائيين في حرب أكتوبر ومعارك الاستنزاف. أهلا بيك أستاذ محمد. اهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. اهلا بيك منورنا. والحقيقه انه في البدايه حضرتك شايف ازاي اهميه توثيق انتصاراتنا وبطولاتنا لكل الاجيال وحتى للكبار اللي ممكن يكونوا ما عندهمش كل التفاصيل الكفايه اللي ممكن يكونوا عارفينها عن اهم بطولاتنا؟ طبعا التوثيق مهم جدا، لانه لما نبرز دور اللي ضحوا في سبيل هذا الوطن من خلال بطولات و شهداء بيعلم الأجيال جيل بعد جيل إنه البلد دي كان في ناس بيضحوا علشانها، علشان الوطن يفضل موجود وباقي. المصريين عارفين إنه في عدو لهم هو العدو الإسرائيلي، ده طبعا جاي من خلال التوثيق الخاص ببطولات وعمليات فدائية وانتصارات للجيش المصري والشعب المصري تجاه هذا العدو اللي هو العدو الإسرائيلي. لو ما كانش فيه توثيق لكل هذه البطولات، مش بس في أكتوبر، لكل بطولات التاريخ المصري وتضحيات أهلها تجاه المستعمرين أو المحتلين، ما كانش هيبقى فيه ردود قوية حتى للأجيال الصغيرة اللي فاهمة إنه العدو هو العدو الإسرائيلي رقم واحد لمصر وللشعب العربي كله. يعني طبعا طبعا اللي دفع حضرتك ككاتب شاب انك تبحث وتوثق شهادات وحكايات عن رجال السويس تحديدا واسرار الفدائيين في الحرب وفي حرب اكتوبر وفي الاستنزاف. هو انا من صغري مهتم بفتره الصراع العربي الاسرائيلي، فتره يعني الستينيات وخمسينيات القرن الماضي تحديدا. كنت بحب اقرا كتب او اتفرج على افلام سينمائيه او وثائقيه خاصه بهذه المرحلة تحديدا، لكن كان طول الوقت عندي في حقائق كتير غايبة. يعني كنت بشوف قشور أو عناوين لبطولات، احنا حاربنا في أكتوبر وانتصرنا وعملنا معجزات، لكن كان في تفاصيل كتير غايبة عني في القصة دي أو في قصص البطولات عموما. فلما بدأت بداية عملي الصحفي، أنا في الأصل صحفي استقصائي، فبدأت بداية عملي كنت بحاول أعمل موضوعات صحفية خاصة بحرب أكتوبر، وبدور على بطولات جديدة لأبطال عملوها زي ضباط جيش وجنود جيش وغيره. لما بدأت أدور في كل ده اكتشفت إنه في بطولات تانية مهمة زي بطولات الفدائيين وفدائي السويس تحديدا، واستمرارا في حرب الاستنزاف وبعديها كمان في حرب أكتوبر، وتفاصيل علمية يوم حصار للسويس. فمن هنا بدأت تتبلور الفكرة إنه يعني كل ده أنا كنت بعمل ملف صحفي، بعمل مجموعة من الحوارات، فبدأت أختار شخصيات. زي اكتشفت إنه في عدد 2 أو 3 فدائيين من السويس، فالمفروض أعمل معهم حوارات عشان أنشرها في الذكرى، كانت وقتها الذكرى 40 لحرب أكتوبر. فلما تواصلت معهم كان منهم البطل عبد المنعم قناوي، واحد من فدائي السويس، وكمان كابتن غزالي شاعر السويس وبطل السمسميه والبندقيه. بدات اعمل معاهم حوارات ونشرت جزء منها في احد المواقع الالكترونيه، لكن كل واحد فيهم انا كنت قاعد معاه اكثر من 5 6 ساعات، فاكتشفت انه اللي هو بيحكيه لي والبطولات والتفاصيل الخاصه التضحيات ازاي كانوا بيستعدوا علشان يبداوا يحاربوا العدو الاسرائيلي، ازاي كانوا بيتمرنوا في ظروف شاقه جدا. جميل. فمن اللحظه دي اكتشفت انه الموضوع مش هيبقى موضوع صحفي او ينشر وقت اكتوبر، لا، القصص والبطولات دي محتاجه تتوثق في كتاب مهم طبعا علشان يخلد التضحيات. طبعا طبعا. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده عن طريق زوم، وان شاء الله نقابل حضرتك في الاستوديو. والحقيقه انه احنا طبعا لسه هنكمل كلامنا النهارده عن نفس الموضوع وعن انتصارات اكتوبر المجيده. الكاتب الصحفي الشاب الاستاذ محمد ابو ليلى، صاحب كتاب كل رجال السويس من اسرار الفدائيين في حرب اكتوبر ومعارك الاستنزاف، انا بشكرك جدا على وجودك معانا عن طريق زوم. شكرا.